بدأناها منذ يومين أو ثلاثة، ذكرنا فيها أكثر تفصيلاتها، وتبقى عليها أحكام علينا منها أحكام الشهيد وبعض أحكام متفرقة مما يتعلق أيضا بدفن الميت. أما الشهيد فمن هو وماذا يترتب عليه إن كان حقا شهيدا من أحكامه؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في من هو الشهيد. قال الشهيد واضح، نعم، قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا واضح وقد اتفق عليه الفقهاء، بمعنى الشهيد عند جمهور الفقهاء ومن قتل في سبيل الله في قتال مع الكفار، يعني من أجل كما نصت الآية بصراحة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. فهذا القيد هو الأصل، ومن لم يقتل في ذلك فليس شهيدا. هذا أمر مفروغ منه وينبغي فهمه والانتباه إليه. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، في آية أخرى. القيد مرة أخرى ذكره الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، وتلك الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. فالقيد في المرتين نفسه. لذلك عند جمهور الفقهاء الشهيد من قتل في قتال مع الكفار. طيب، هذا الأول. إذا ما الذي جرى عليه الخلاف الذي أشرت إليه؟ هو من عدا هؤلاء قتل في سبيل الله في قتال مع الكفار، هذا مفروغ منه. من عداه؟ هل هناك شهيد وله أيضا شروط وتفصيلات؟ نعم، في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الشهيد هو من قتل ظلما في قتال مع الكفار أو قتل ظلما بسبب ما، بمعنى قتل ظلما وهو يريد أن يدافع عن ماله. ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. فإنسان يأتي إنسان ليظلمه، سيقوى العياذ بالله، سيأخذ له عرضه قهرا جبرا والعياذ بالله بالحرام، فدافع عنه فقتل. يريد أن يأخذ ماله قهرا ظلما اغتصابا، دافع عن ماله فقتل. يريد أن يسرق بيته ظلما عدوانا، فدافع عن ماله عن بيته فقتل. هذا أيضا عند الإمام أبي حنيفة يدخل في مسمى الشهيد. طبعا أكثر الفقهاء أحبابنا قسموا الشهيد إلى ثلاثة أقسام. الشهيد الأول هو شهيد الدنيا والآخرة، هكذا يسمى، بمعنى ما الذي أشرنا إليه آنفا: من قتل في قتال مع الكفار في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا يسمى شهيد دنيا وآخرة، وهذا محور أحكام الشرع التي سنذكرها تدور حوله. هناك شهيد قسم ثاني عند أكثر الفقهاء، هو مقاتل في الظاهر في سبيل الله لكنه غل من الغنيمة. قال إيش يعني؟ نعم، ذكر الله تعالى عن أنبيائه فقال: وما كان لنبي أن يغل. إيش الغلول؟ بعد ما انتصر المسلمون في معركة أخذوا غنائم أباحها الله، مو نحن أباحناها، نعم، فأخذوا غنائم من الكفار فجاءوا ليقسموها. قبل أن تقسم جاء إنسان فأخذ قسما، قال: هذا لي، بدون ما يحدد له مدير المعركة قائدها من المسلمين، قال: هذا لي، هذا اسمه غلول، يعني هو له حصة من المغنم لكن أخذها بدون إذن. هذه والعياذ بالله تمنع من أن يسمى شهيدا كاملا. هاي الشغل اللي في الظاهر بسيطة تمنعه أن يسمى شهيدا كاملا، شيء عظيم. لذلك نص القرآن فقال: وما كان لنبي أن يغل. حتى النبي قائد المعركة الذي هو يتحمل الجهد والعبء ينبغي إذا قسم أن يعرف الناس كيف قسم: أنا بقسم وبأخذ حصتي التي شرعها الله وليس أخذ على رأيي وهكذا. لا لا لا، من عدل الإسلام. طيب، فهذا إذا قتل في سبيل الله مقاتلا لكنه غل من الغنيمة فهذا شهيد من مرتبة ثانية. الشهيد الثالث هو من قتل غرقا. ورد في الأحاديث، هؤلاء الذين سنذكرهم وردت أحاديث بتسميتهم شهيدا: الغرق، الحرق، الهدم. قال إيش يعني؟ الغرق غرق معروفون، الحرق من احترقوا معروفون، الهدم من سقط عليهم البناء،
أو هم سقطوا من مكان عال جدا، وقعوا من أعلى جبل أو من بيت عال كذا، منتحروا، سقطوا، وقعوا. نعم، الغرق، الحرق، الهدم، المبطون الذي يصيبه داء البطن. لذلك في عصرنا بعض الناس يقيس ما يسمى هذا الداء المعاصر كورونا ما إلى ذلك على هذا المبطون، على الذي يصاب بمرض البطن وهو الطاعون. لكن هل هذا القياس دقيق؟ الله أعلم، لا ندري. هذا النوع الثالث من الشهداء، هؤلاء يسمون عند الفقهاء شهداء الآخرة فقط، بمعنى لا تجري عليهم الأحكام التي سنذكرها بعد قليل، وإنما هؤلاء عند الله يوم القيامة لهم منزلة كمنزلة الشهداء من فضل الله. طيب، إذن الشهيد ذكرنا من هو. الآن عند أبي حنيفة ضم إليه من قتل في سبيل الله، من قتل مظلوما، سواء كان قاتله مسلما أو كافرا. عند أبي حنيفة من قتل مظلوما سواء كان قاتله مسلما أو كافرا، كما قلنا يدافع عن دينه، يدافع عن ماله، عن أرضه، عن بيته، عن عرضه، فقتله إنسان ظلما، فهذا يدخل في مسمى الشهيد. طيب، لكن اشترط مذهب أبي حنيفة أيضا 6 شروط في هذا الشهيد. قال: أولا أن يكون مسلما معروف، عاقلا بالغا. لو قتل طفل دون البلوغ طبعا يكرم عند الله، لكن هذا في الأصل غير مكلف. طيب، مسلما بالغا عاقلا. الرابع الطهارة من الحدث الأكبر، فلو قتل هذا الإنسان جنبا لم ينل تلك المكانة الكاملة في الدنيا، نالها في الآخرة. بمعنى هم في الدنيا ينبغي أن يغسل، لأن الشهيد لا يغسل، الله سنذكره. فمثل هذا إذا كان جنب واستشهد، قال إن إحنا منين نعرف؟ إذا عرفنا، إذا عرفنا، عشان موعد يقول منين ده أعرف أنا إيش كشفت عليه، إذا عرفنا، إن لم تعرف لا شيء عليه، أنت في الظاهر تعتبره شهيدا. الطهارة من الحدث الأكبر، أن يموت عقب الإصابة مباشرة، وهذا الشرط اشترطه أكثر الفقهاء. بمعنى في بعض الناس يصاب يبقى بعد سنة كاملة يعالج من هذه الإصابة، بعد سنة يموت، فهذا لا يسمى شهيدا. كامل الشهادة، كامل الشهادة، ذكرت لكم مراتب الشهادة 3، هذا يسمى، قد يسمى شهيدا آخرة فقط، يعني قد يلحقه الله تعالى من فضله بالمنزلة في الآخرة، أما في الدنيا لا. أن يموت عقب الإصابة مباشرة، لا يأكل، لا يشرب، لا يبقى حيا أكثر من 3 أيام. نعم، أن يموت عقب الإصابة مباشرة، أن يجب بقتله القصاص. بمعنى لو واحد كان يضرب بسيفه بمسدسه بأي شيء على طير فأصاب إنسانا فقتله، تمام، هذا لا يسمى شهيدا، شهيدا كاملا، أؤكد شهيد كاملا، دنيا وآخرة، شهيد للآخرة أنه قتل مظلوم، هذا قتل خطأ لأنه ولم يقاتل في معركة ولا قتل ظلما. نحن شرطنا المذهب الحنفي يشرط أنه قتل ظلما، فهذا قتل خطأ. نعم، فإذا تحققت هذه الشروط 6 يسمى شهيد الدنيا والآخرة. فهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يغسل، لا يكفن، يصلى عليه. لا يغسل، لا يكفن، يصلى عليه، نحمله بدمائه بثيابه فندفنه، بعد قبل ذلك نحمله بثيابه ودمائه، لا نغسله، لا نخلع عنه ثيابه، نصلي عليه الجنازة عند أبي حنيفة، ندفنه. الآن الشهيد عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو من قتل في معركة مع الكفار فقط، ومن قتله مسلما ظلما لا يعتبر شهيدا كاملا، ومن قتل دون عرضه كما ذكرنا هذا شهيد آخر فقط، تمام، من قتله مسلم ظلما شهيد آخر فقط، من قتل دون ماله شهيد آخر فقط، فقط من قاتل في معركة ضد الكفار يريد إعلاء كلمة الله وضد الكفار غير المسلمين فقتل، فهذا هو الشهيد في الدنيا والآخرة عند الإمام الشافعي. ووافق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ذلك الإمام مالك أيضا، مذهب الشافعي مذهب مالك مشتركان في هذه القضية، فقط من قاتل الكفار.
إذا وجد هذا الإنسان من قاتل الكفار فهذا لا يغسل مثل إمام أبي حنيفة، لا يكفن في ثيابه نفسها، هذا هو الأفضل، لكن لا يصلى عليه أيضا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى مذهبه قريب من مذهب أبي حنيفة وقريب من مذهب الشافعي. الشهيد عنده بالمطلق ومن قتل مع الكفار، لكن جعل من قتل ظلما أيضا شهيدا، فهو قريب إذن من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. عند الشافعي ومالك وأحمد لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه. هنا النقطة المهمة، لماذا لا يصلى عليه؟ بعض الناس سيتوقف، لماذا لم يصلي عليه؟ قال لأن قربة الشهادة أعظم من دعائنا له أن يغفر له. نحن نقول الشرط أن يقاتل في سبيل الله، وهو قاتل واستشهد في سبيل الله ومع الكفار، فشهادته شفيعته عند الله عز وجل، ما يحتاج لشفاعة أمثالنا، لذلك لا يصلى عليه. تمام. أقول هذا يا أيها الأحبة، يحصل في زماننا ما يلي، يقولون شهيد، طيب هذا لا يصلى عليه عند جمهور الأئمة، يصلى عليه عند أبي حنيفة. نفسه هذا الشهيد غائب، البارحة تذكرون ما حكم الصلاة على الغائب؟ عند الإمام أبي حنيفة لا يصلى على الغائب، عند الإمام الشافعي يصلى على الغائب. طيب فهذا الإنسان غائب من جهة، ومن جهة ثانية شهيد، يعني ما موجود جسمانه، ما موجود، وبالمقابل هو شهيد. عند جمهور الأئمة لا يصلى على الشهيد، وعند الإمام أبي حنيفة الذي قال بجواز الصلاة على الشهيد، هذا غائب لا يصلى عليه، فيأتون بحكم جديد مخترع من عقولهم فيقول نصلي على الشهيد الغائب. طيب وفقكم الله، لكن هذا مذهب لم يقل بيع، لا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد، هذا مذهب مخترع. شهيد نصلي عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة وهو حاضر الآن، شهيد وغائب إذا حاضر لا بأس، نقلد أبا حنيفة نصلي عليه ما في حرج أبدا، لكن غائب وشهيد في نفس الوقت هذا كيف؟ هذا سبحان الله. أقول لكم يا أيها الأحبة، تركنا للصلاة هو العياذ بالله انتقاصا منه، بالعكس شهادته عند الأئمة أعظم من صلاتنا عليه، فالصلاة شفاعة له، نحن ندعو له. بارحة تذكرون في مذهب الإمام مالك الأربع تكبيرات خلف دعاء، الأربع تكبيرات خلف دعاء، كل دعاء في صلاة الجنازة في مذهب مالك كل دعاء، فهي طلب من الله أن يرفع من قدر هذا الإنسان أو يغفر له أو كذا، شهادته عند الأئمة إذن كما قلنا ترفع القدر. فهذا ملخص عام عن حكم الشهيد، وذكرته مفصلا لأبين هذا. بقيت علينا جزئيات تتعلق بالدفن أو تتعلق أيضا بصلاة الجنازة. أول هذه الجزئيات، جئت إلى المسجد فوجدتهم يصلون على الجنازة، الإمام قد سبقني بالتكبير، يعني ما الحق معه سواء التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أنا مسبوق كما إذا جئت إلى الصلاة مسبوقا، أي صلاة عادية، الآن أنا مسبوق بصلاة الجنازة. قال إيش معنى مسبوق بقى هون؟ يعني ما الحق معه التكبير، قال الله أكبر أنا جيت بعده، لبين ما أنا أقول الله أكبر بصير يبدأ بعده، بصير كده ما بعرف، أنا هو سيبقني أنا ما بعرف وين. تمام. فأنا الآن اسمي مسبوق، هل ألتحق معه مباشرة في الصلاة العادية الصلوات الخمس؟ ألتحق معه مباشرة في أي وضع كان، ساجد، راكع، في الجلوس، في التشهد، في القيام، مباشرة أكبر ألحقه. أما في صلاة الجنازة فالحكم مميز قليلا. أكثر الأئمة قالوا، أبو حنيفة، مالك، أحمد، قالوا إذا جئت وأنا مسبوق قد سبقني الإمام بالتكبير فلا أكبر مباشرة. قال إيش بعمل؟ أنتظر لأسمع تكبيرته، يعني الجديدة سواء الثانية الثالثة الرابعة ما أي شيء كان، ثم ألحق به، بسمع رب أكبر بشوفه حينها أنا أكبر، بين التكبيرتين لا أكبر. قال فرضنا أنا جيت وكبرت عند هؤلاء الأئمة، هل تبطل صلاة الجنازة؟ لا لا تبطل، ولكن يكره هذا، أنتظره حتى يكبر التكبيرة الجديدة ثم ألحق به. إن فرضنا كبرت بين التكبيرتين عند هؤلاء الأئمة وهم الجمهور جاز هذا وكره. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال إذا جئت إلى الجنازة فشأنها كشأن الصلاة المعتادة،
بأي وقت في أي ظرف في أي ترتيب الله أكبر ألتحق به. قال كيف أتابع الآن؟ إذن وضح الأمر عند الجمهور عند الشافعي. كيف أفعل بعد الصلاة؟ كثير من الناس إذا جاءوا مسبوقين اقتدوا بصلاة الجنازة يسلم الإمام فيسلمون معه مباشرة ويمضون، لا يعرفون أنهم مسبوقون. قال إيش مسبوقون؟ يعني إذا جئت للصلاة وقد فاتتك ركعة وسلم الإمام تسلم معه؟ لا، أقوم وتم ركعتي وأنت الآن أدركت مع الإمام في صلاة جنازة تكبيرتين فقط، كيف تسلم وتمشي؟ كثير من الناس لا يعرف هذا الحكم. رأيت عدد من الناس في المساجد يأتي مسبوقا بتكبيرتين أو ثلاثة، يسلم الإمام يسلم معه ويمشي. طيب قال إذا ماذا يفعل؟ يتابع التكبيرات بعد سلام الإمام، هذا عند جمهور الأئمة. لكن قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا رفعت الجنازة يعني شالوة وأنا لم أدرك بعد التكبيرات أكبرها رسلا. قال يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تمام؟ بدون أدعية، بدون شيء أبدا، رسلا يعني متتالية، من أجل أن لا أترك التكبيرات وألحق إخراج الجنازة. لماذا؟ لأن عند أبي حنيفة لا صلاة على الغائب، وهذا شالوه، على من عم بصلي أنا؟ صار غائب بالنسبة لي، تمام؟ طيب فإذا إيش أفعل؟ أكبرها رسلا أي متتالية مباشرة، أنا أدركت معه تكبيرة واحدة فإذا به يسلم ورفعوا الجنازة مباشرة. إذا لسه بقوا نصف دقيقة ربع دقيقة أنا قد ألحق، فأقول لا رفعوها مباشرة أقولها رسلا ثم أسلم. أما عند الإمام الشافعي رحمه الله فأتمها تماما، أقرأ كل التكبيرات بتفصيلها وجزئياتها ثم أسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية، أنا أريد أن أخرج مع الميت لأشيعه إلى الدفن، ما الأفضل في حقي؟ الأفضل في حقي أن أكون ماشيا، أمشي مشو. يتساءل بعض الناس المقابر في زماننا بعيدة جدا، لا أستطيع المشي أنا إليها. طيب لا بأس، طبعا المشي أفضل أحبتي مو فرض. أنا دائما قلنا في مسائل الفقه نحتاج إلى الدقة، مو فرض المشي، أفضل. إذا مثلا كنا قريبين من المقبرة فالأفضل أن أمشي معها مشيا إلى أن تصل إلى القبر. لأن بعيدين كظروفنا لا بأس أن أركب، فإذا نزلنا أمشي معها وأحاول أن أكثر معها الخطوات. إذن فالأفضل في الجنازة أن أكون ماشيا لا راكبا. الثاني، يكره رفع الصوت في الجنازة سواء كان رفع الصوت بذكر أو دعاء أو تلاوة قرآن، وهذا الحكم متفق عليه وما نفعله خلاف اتفاق جمهور العلماء. يرفعون الجنازة، كبروا يا شباب، طيب كبروا، قولوا لا إله إلا الله، قولنا لا إله إلا الله، افتحوا عبد الباسط عبد الصمد، فتحنا عبد الباسط، كل هذا مكروه. طيب إيش يفعل مكان؟ يطرق ويذكر الله بلسان خفي يسمعه نفسه، هذا موضع عبرة، فقط عبرة، يطرق ويخفض صوته ويذكر الله بنفسه وحده، لا تكبير بصوت عالي ولا ذكر بصوت عالي ولا قراءة قرآن بصوت عالي. وهذا الكلام كلام من يا أحبتي؟ أنا دائما أنبه لمثل هذه القضايا، كلام الأئمة الأربعة المجتهدين، لا كلام مثلا عالم شذ عن العلماء من أجل الدقة، مو كلام عالم اجتهد وطلع معه شذوذ فقال هذا حرام وهذا، هذا كلام فقهاء الأربعة الذين نعتمد وننقل فقههم على مستوى العالم الإسلامي في مساجد العالم الإسلامي في مدارس شرعية في المؤسسات الدينية كلها. في المذاهب الأربعة هذا هو الأفضل. سبحان الله، نحن الآن في زمان كل شيء فوضى، وإذا قلت لبعض الناس مثل هذا الكلام بقول لك ليش؟ نحن هيك متعودين. ليش تعود حجة يعني؟ إذا نحن متعودين على شغلة هاي حجة علينا مثلا أو حجة في الفقه؟ عجيب هذا الكلام. فرض ما حصل هذا يكره، هذا لا يحرم، يكره. الأفضل كما قلنا الإطراق والإنصات والسكوت. الثالث، إذا وصلنا إلى القبر وضعنا الميت يجب توجيه الميت إلى القبلة
ويكون ذلك بأن أسند طرف ظهره إلى جدار القبر، وبالتالي يصبح وجهه وصدره متجها إلى القبلة. وجهه وصدره. كيف ذلك؟ بأن أسند طرف ظهره، الآن فرضنا هذا الميت وهكذا القبلة، وجهه من هنا ورجلاه من هنا، فأنا أرفع ظهره ليستند على حيط القبر، تمام؟ على حيط جدار القبر، بالتالي يصبح صدره ووجهه متجها إلى القبلة. وهذا أمر مهم جدا، حتى أن الإمام الشافعي قال لو فرضنا أن ميتا وضع في قبره ولم يوجه للقبلة ينبش القبر ويوجه للقبلة. هذا أمر مهم، وبخاصة مثلا يعني اللهم ارحمنا كلنا معرض لذلك في بلاد غير إسلامية، فنبهوا أبناءكم أقاربكم مقيمون المقيمين في بلاد غير مسلمة، إذا وضعتم ميت في القبر وجهوه للقبلة للقبلة. على كل، في مذهب الإمام مالك هناك مخرج، يعني الأمر إن شاء الله فيه رخصة، لكن الأولى فعل هذا. في مذهب الإمام مالك لو لم يوجه للقبلة لا يأثم الذي لم يوجهه، الأفضل ولكن لا يأثم. هذا مخرج في بلاد الغرب، لكن ننبه على ذلك لأنه ضروري. الكتابة على القبور، كره جمهور أهل العلم أيضا الكتابة على القبور، سواء كانت هذه الكتابة آية قرآنية أو حديثا نبويا أو قصة أو شعرا أو عظة أو حكمة أو أي شيء آخر. ولم يستثني من ذلك أهل العلم إلا بعضهم كالإمام الشافعي كتابة اسمه فقط. الآن قبورنا كلها إذا يعني 99% منها مملوءة كتابة آيات وأحاديث وشعر، وكفى بالموت واعظا، وأبيات شعرية، واقفا على قبر قف وازدجر واعتبر، قصص. وبعض القبور شاهدتها نصف متر إلى الأعلى. ما هذا؟ ما هذا؟ أكرر هذا الكلام الذي أقوله الآن يا أحبتي بالله عليك، مذاهب الأئمة الأربعة المجتهدين لا قول شاذ، مو واحد شاذ عن علماء المسلمين عم بيجي بيقول آراء الشاذة، هذا قول جمهور الفقهاء. عشان ما بعض الناس يقول والله إيه هذا رأي اجتهاد، لا لا، هذا قول جمهور الفقهاء سبحان الله. الآن في مذهب الإمام الشافعي جاز كتابة اسمه فقط. فيا أخي أوصي، أو كلنا سنموت، يعني لا إنسان يتضايق، هذا أمر لا يضايق أحدا، بالعكس هذا أمر ينبغي أن نحضر له جميعا. أوصي الأولاد، أوصي من تعرفه ممن يكون قريبا منك، يا بني قبري أولا الكتابة عليه قليلة جدا، اسمي بس، لا ترفع القبر ولا تشيده ولا تزخرف، فهذا حرام عند جمهور الفقهاء، مو مكروه طبعا، حرام. لا ترفع القبر كثيرا ولا تزينه ولا تزخرفه. الشاهد من الزخرف اللي عليها أنا رأيت بعيني في مقبرة الصالحين في حلب، وفي عدة مقابر، وفي مقابر دمشق، وفي غير مقابر كثيرة جدا، الزخارف التي وضعت على القبر إذا بمقياس الله زماننا اللي ارتفعت فيه الأسعار يمكن تكلف مليون. ماذا يفعل هؤلاء للقبر كل هذه الزخارف؟ ماذا يفعل بها الميت؟ لا ترفع شأنه، لأنه تاجر كان، استاذ جامعه كان، ايه هلا سينقذه تجارته واستاذيته سينقذه عند الملكين، والزخرفه التي على قبره ستنقذه. فهذا لا ينبغي. اوصي الاولاد، اوصي الاهل، قبري متواضع جدا، يرفع عن القبر قليلا لا باس، توضع شاهده صغيره لا باس، مكتوب عليها الاسم فقط لا باس، لا تزيد على ذلك، لا تزد على ذلك. أوصي الأهل بهذا كي تنال الأجر، فهذا أمر مهم، وكفانا يعني زيادة ومبالغات في هذه القضايا. مات ميت ودفن في مكان، فأراد أهله نقله إلى مكان آخر، دفن في بلد فأرادوا نقله إلى بلد، أو دفن في حي فأرادوا نقله إلى حي آخر، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ في مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي يحرم هذا، إلا لضرورة قاهرة جدا، كأن سيطغى مثلا ماء فيذهب بالميت، سيل يجي أو نهر أو طوفان أو كذا يعرفون، فقالوا إذا نخرج الميت حتى لا تذهب جثته، فهذا حينها يصح. أما بغير هذا يحرم عند أبي حنيفة والشافعي.
في مذهب الإمام أحمد ومالك يجوز، وفي هذا رخصة. لذلك بعض الإخوة أحياناً يقول: والله قريبي أبي أخي توفي في بلد كافر، يعني أريد أن أنقله إلى بلد مسلم، أزوره، أترحم عليه، أدعو له، كذا كذا، هل يجوز؟ نعم يجوز، إذا لم يتفتت الجسد. في مذهب مالك وأحمد يجوز النقل إذا لم يتفتت الجسد، وفي هذا رخصة. كما قلت، الإنسان دفن في بلاد الكفر أو في مكان أهله غير مسلمين أو كذا أو كذا، فيجوز نقله إلى بلد آخر في مذهب مالك وأحمد. آخر شيء أذكره، صنع الطعام من قبل أهل الميت للناس مكروه كراهة شديدة، اللي بنقول له التالت بلهجتنا العامية، مكروه كراهة شديدة. أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي أو أن الصحابي الجليل رضي الله عنه، لعله عبد الله بن أبي أوفى أو غيره، نسيت الآن، قال: كنا نعد صنع أهل الميت الطعام للناس من النياحة، والنياحة من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث نهى عنها. النياحة كان أهل الجاهلية يضربون وجوههم ويصيحون: مات سيدنا، مات أستاذنا، مات عالمنا، مات المنفق علينا، ويصيحون هذا النياحة المنهي عنها. فقال: كنا نعد صنع الصحابي، هكذا يقول: كنا نعد صنع أهل الميت الطعام للناس من النياحة. عكس ذلك تماما هو السنة. لما استشهد جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله جيرانه فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. الجيران الأقارب البعيدون، يعني ابن خالي، ابن عمتي، ممكن هذا قريب بعيد، أما أخي، أما أبي، أما ابني، هذا قريب، هذا أنا أصنع الميت للطعام، تفضلوا يا جماعة الأكل، أكل عروحه كان كريم. يا الله يا حبيب، والله مكروه. ما القضية بخل أو كرم؟ ما القضية بخل أو كرم يا صديق؟ هذا مكروه كراهة شديدة. نحن بالله عليكم، الشرع، العقل يوافق الشرع ولله الحمد، ديننا دين عقل. لما أصنع طعام في العادة وأدعو الناس إليه أكون فرحاً ولا حزيناً؟ بالعرس بساوي الأكل، أنا بقول تفضلوا يا جماعة وأهلا وسهلا بكم بالعرس، مو أنا ميت لي ميت ده، الله تفضلوا كلوا. عجيب والله عجيب، ومو بس بلدنا، مع كثير من بلاد العالم الإسلامي. وإذا قلت هل قتلوا معك؟ ليش يا تقول؟ والله ما أنا بقول. هذه الأحاديث وهذا قول الأئمة رحمهم الله تعالى. يا أخي أنا الآن مو في وقت، أنا أعهد كثير من هذه القصص. يأتي الأقارب بقضي يتسلوا، بفرموا البقدونس والبندورة وحضروا الأكل وبحكوا قصصهم وهذا، والميت سلام عليكم تصبح على خير، مين عم بدعي له؟ إن شاء الله الله يرزق، منت يسلموا أنت، يلا حاج خلصنا. لك إيش هذا يا أخي؟ والله عم ضحك على أنفسنا نحن، ما يصح مثل هذا، ما يصح. ينبغي أن نتخذ هيك قضايا، أريد منا جميعا أن نتخذ موقفا جريئا فيها. ما بدنا يعني ما بدنا، انتهى. أخوي موجود، أهلا وسهلا، أنا وأخوي منا نأكل أكلنا الطبيعي، بيركين، توفى والدنا، أهلا وسهلا، أنا وأخوي وأختي بيركين في البيت، ومنا أكلنا من هالأكل الموجود، لا حدا يجيب لنا ولا حدا مدعو. الله يرزقكم مية سلامة، تفضلوا روحوا على بيتكم يا أغيين. ده يعيبوا علينا، يعيبوا مع السلامة، أنا بدي ديني، ما بدي يعيبوا. ما عم بضحك على حالي انا، ما حاج بقى الكلام السخيف، يعيبوا علي، علاش بدي يعيبوا علي خيو؟ انا ميت لي ميت، بدي اجمعهم اطعميهم كمان. عندي عرس انا، بدي اقول لهم تفضلوا اهلا وسهلا فيكم، ست طلقات على روح الفقيد كمان، ومية سلامة واهلا وسهلا. ينبغي مثل هذه الامور ان نتخذ فيها موقفا جريئا، ما ورد به الشرع ناخذ به، ما لم يرد به لا ناخذ به. الآن إذا كان في المال الذي يخرج للطعام كان من ورثة هذا الميت، يعني من تركته، وكان فيهم قصر، صار هذا الأمر حراما بالإجماع، صار يعني حرمة شديدة. صار إذا كان هذا الميت الطعام عم يطلع من ورثة الميت. أما إذا لم يكن من الورثة وكان مثلا من الأبناء لكن من مالهم الخاص، هذا هو المكروه اللي عم نحكي عليه. أما إذا عم طالعوا من ورثة وفي قصر أولاد صغار، هذول ما لهم حكم شرعي لا يكبروا، فهذا المال حرام والأكل منه حرام، صار بالاتفاق حينها.
هذا الولد ما بيعرف، لا يكبر بصير يرضى بصير ما يرضى، أنا لا أدري. بعد 5 سنوات لا يكبر لا يبلغ، ما أدري ماذا يقبل. فلذلك هذه الأمور بالله عليك تخلى عنها. الأجمل من هذا تجيبوا لك حلويات شان إيش؟ فتح تم، خلي تمك مسكر أحسن، والله أحسن في الموت، أحسن أتم مسكره وأذكر الله تعالى. لأني بدي أسأله هو ميت يوم شو قدر ريال؟ كم دولار اليوم؟ يا الله يرزقه. نزلت اليوم عن ديني، طبعا ديني خربان، نزلت ما نزلت طيب. والقارئ عم بقرا وعم بدخنه وبحكوا قصصهم وحكاياتهم والنساء تتكلم، هذه هي المجالس المرجوة شرعا التي نرجو بها رضا الله؟ لا والله ما هذه المجالس التي نرجو. لذلك أنا من قديم أقول من أكثر من 20 سنة بصراحة، يعني أنا أكره الذهاب إلى التعازي بصراحة وإلى الأعراس عشان ما تزعل، مو لأني بفضل الله لست اجتماعيا، لكن ما أراه من منكرات والله شيء عجيب. القرآن يتلو عم دخنه بالجامع وجوات بيت الله وعم دخن كمان، وإذا قلت له بتقاتل معه لأني أنت عم تعمل منكر، مو هو هو عم دخن بيت الله وما لك علاقة، وهو بده يحكي وما لك علاقة، والقرآن يتلو وما لك علاقة، لا تسكت على كل هذه الأشياء. وفي الأعراس أشد أنك هذا أمر آخر، أما في التعازي الآن والله وقت عبرة، ما وقت معصية، ما وقت تضييق. فخفف يا أخي، بدال 3 ساعات نساويها ساعتين، وعلى الخفيف وعلى أقل ما يكون وعلى أنسب ما يكون، ليكون الأمر موافقا للشرع. ندعو نترحم كذا كلمات، شفت حالي ضايقت أقوم قليلا أرجع، أما لا أتكلم أثناء القراءة، لا أدخن أثناء القراءة، لا آكل أثناء القراءة، فهذا لا ينبغي. هذه أمور مهمة أطلت بها اليوم، لكنها مهمة جدا وأحببت تفصيلها. أسأل الله أن يرحمنا والمسلمين أحياء وأموات.